عرضنا الصبح الساعة 5 الفجر لهجمة شرسة من قوات الاحتلال، انه كان في اختراق قبل اسبوع لهدم 3 بيوت الي، بيتي وبيت مهند ابني وبيت ادهم ابني برضه، ساكنين فيها تقريبا 16 17 نفر في البيوت هاي. ضغطوا علينا الاسبوع اللي فات على اساس اننا نهدم هدم ذاتي، احنا رفضنا الهدم الذاتي، هددونا بغرامات، اتصلوا علي يوم الجمعة 5 مرات على اساس اروح لهم ويخوفونا واجوا مرتين ثلاثة على الحي هنا صوروا. اليوم نتفاجأ الساعة 5 الصبح بهجمة شرسة، ضربوا النساء والأطفال، صابوا يمكن 30 إصابة عنا، صار مقاومة من الشباب، الحمد لله رب العالمين ما صارش أي إصابات خطرة. الموضوع أيوة حاولوا أنهم يدخلوا على البيت، الطريق صعب عليهم، اضطروا أنهم يهدموا سوار استنادية لجيراني ويخربوا في أرضهم، خربوا الأرض، هدموا سوار استنادية، طلعوا قعدوا يمكن 3 ساعات 4 ساعات في عملية الهدم. الحمد لله رب العالمين احنا صابرين وموجودين، وان شاء الله بنبني غيرها، وان ما قدرناش نبني احفادنا ببنوها واولادنا ببنوها. وهذا اللي صار، هذا احتلال عنصري. بن كفير هو اللي عماله بيتحكم في الحكومة اليوم، هو اللي عماله بحاول انه يثبت جدارته على حساب الفلسطينيين المقدسيين. احنا اليوم بنعاني معاناة بشكل رهيب من قلة السكن، السكن عندنا مشكلة، بيطالبوا فينا بمبالغ هائلة ترخيص وللتنظيم، وفي نفس الوقت ممنوع تبني، ممنوع ترخص، ممنوع تنظم، يعني احنا بين نارين. السكن صعب عندنا، واليوم هيهم هدموا البيوت والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ربنا يجبر الكسر اللي صار عندنا. اكيد التضامن موجود، احنا وقفنا قدام البلدية 5 شهور اخذنا تمديدات لسنة، بس مع حكومة بن كفير كلب الطاولة تتحكم في الحكومة وفي البلدية، ما أعطى تمديدات لحدا، بشكل عنصري بشكل همجي بيتعاملوا مع الناس. وقفتهم جيدة جدا، احنا واقفين وان شاء الله ثابتين، والله يثبتنا على أرضنا، ما بنهدم دورنا بإيدينا، هم عمالهم بيضغطوا على كل واحد مخالف يهدم بيته ذاتيا، احنا بنرفض هذا الاشي لانه الهدم البيوت ذاتيا عماله بدهم يخلوا كل البلد تهد بيوتها، فلا هم بيهدموا بطريقتهم واحنا عندنا طريقتنا في التصدي لهم باقل يعني الامكانيات، والحمد لله رب العالمين احنا ثابتين وموجودين، ان شاء الله بنبني غيرها والله يعوض علينا. البيت هذا سكنتين، اللي ولا مهند ابني، والبيت الفوكاني لادهم ابني. هذا البيت 2016، الفوك عندي سكنة ابني فوك 2010. فرضوا غرامات 150,000 شيكل على مراحل خلال سنوات، دفعنا الغرامات في نفس الوقت ما مددوا لنا تمديدات، في نفس الوقت بيجددوا الغرامات علينا، أرنونا أنا بدفع 16,000 فوق بدفع 8,000 شيكل كل سنة، يعني حتى وهي مهدودة راح أدفع أرنونتها، وفي نفس الوقت حكوا معي على الغرامة المالية اللي ما بعد الهدم، اللي ما بعد الهدم الغرامة المالية مش سألين عنها، المال بتعوض، المهم الواحد يظل بصحته وإن شاء الله بنبني غيرها. وكديش مارسوا ضغوطات علينا، رفضنا نهدم هدم ذاتي نهائيا، لانه هذا شيء بمس كرامتنا، شيء مستحيل، يعني ما بنركع الا لربنا سبحانه وتعالى. الهدم الذاتي مرفوض رفض قاطع عنا، وشو ما بده يصير يصير. Thank you.